السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في درس من دروس التربية الإسلامية للصف 11، وهو بعنوان العلم والإيمان أدلة علمية وعقلية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما يتوقع منك عزيزتي الطالبة ومنك عزيزي الطالب أن تذكر العلاقة بين العلم والإيمان، أن تعدد بعض الأدلة العقلية على وجود الله تعالى، أن تمثل على وجود الله، وأن تستنتج المعنى المستفاد من النصوص الشرعية الدالة على بعض الحقائق العلمية، وأن تستخدم المنهج العلمي من خلال البحث في الحقائق العلمية، وأن تبين المنهج القرآني في البحث عن الحقائق العلمية. لنبدأ أولا بالعلاقة بين العلم والإيمان. يعتمد إثبات الحقائق العلمية على الأدلة المادية والعقلية، في حين تعتمد الحقائق الإيمانية على الغيبيات التي مصدرها الوحي، ولكن هذا الغيب له دلالات واضحة في آيات الكون، ولهذا نجد علاقة وثيقة بين الحقائق العلمية والحقائق الإيمانية. ثانياً، كلما ارتقى المسلم في علمه سيرتقي حتماً بإيمانه بالله ووحدانيته، ومن هنا لا نجد أي تعارض بين العلم والإيمان، فالحقائق العلمية تدعو للإيمان وتدعم أركانه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثالثا، عد الإسلام طلب العلم النافع فريضة على المسلمين، وجعل ثواب طلب العلم عظيما. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أما الأدلة العقلية على وجود الله تعالى فهي كثيرة، ولكن نذكر منها هنا أولا دليل الخلق والإيجاد. يقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالمخلوقات إما أن توجد من عدم أو توجد من نفسها، وهذا مناف للعقل، وكل إنسان يعلم أنه لم يخلق من العدم، وأنه لا يستطيع خلق غيره. ولبطلان هذين الاحتمالين يثبت بالدليل العقلي الاحتمال الثالث، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. ثانيا، تنظيم الكون. يقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فتدل الآية على عدم وجود آلهة مع الله، وإلا لاختل نظام الكون وأصابه الفساد، فقد كان الكون منظما بأرضه وأجرامه السماوية ودورانها، كل في مداره، دل على أن إله هذا الكون إله واحد. من الحقائق العلمية في القرآن الكريم: قبل كل شيء، القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب تفصيل للحقائق العلمية المادية كالطب والفلك والفلسفة. يقول الله تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومع ذلك نجد أن هناك حقائق علمية وردت في القرآن الكريم في بعض آياته كدليل أو للاستعانة بها في هداية الناس إلى دين الله عز وجل. وقال تعالى: سيريكم آياته فتعرفونها. ومن الأمثلة على هذه الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم: أولا، دور الماء في الطبيعة. دورة الماء في الطبيعة، يقول الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وهي دورة الماء في الطبيعة، بحيث ينزل الماء من السحاب، يتبخر من البحر، ثم ينزل من السحاب وتنبت به الأشجار ويستخدمه الناس. ثانيا، أطوار خلق الإنسان في رحم الأم، حيث يقول الله تعالى: وقد خلقكم أطوارا.
وقد سبقت الآيات العلم الحديث في بيان مراحل خلق الإنسان. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما عن المنهج القرآني في البحث عن الحقائق العلمية، فإنه يقوم على قواعد. منها أولا أن الله تعالى زود الإنسان بوسائل العلم والمعرفة، وهي السمع والبصر والعقل، ودعاه إلى حسن استخدامها. يقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثانيا، دعا القرآن الكريم إلى اتباع المنهج في التفكير، ونبذ الخرافة، ونهى عن اتباع ما لم يقن عليه دليل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثالثا، نهى القرآن الكريم عن اتباع الظن. يقول تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. رابعا، نهى القرآن الكريم عن التقليد الأعمى الذي لا يقوم على دليل. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. خامسا، قدم القرآن الكريم منهجا متكاملا للقلب والعقل، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا، وأضاف إليه استقامة القلب واستشعار مراقبة الله تعالى، وفي ذلك أثر في توجيه نتائج الحقائق العلمية وتطبيقاتها لخير الإنسانية وليس لتدميرها وظلمها. والآن عزيزي الطالب، أدعوك لتوقف الفيديو وتجيب عن أسئلة التقويم من الكتاب، ثم تعود للتغذية الراجعة هنا. والآن عزيزي الطالب، هذا هو جواب السؤال الأول، ثم هذا الجواب السؤال الثاني، وهذا السؤال الثالث والرابع، وهذا الخامس والسادس، وهذا السؤال السابع، وهنا الثامن والتاسع. أتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ إيمان، المدارس الفلسطينية في قطر.